برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة مكملين بقى سهرتنا مع نجم النادي الأهلي كابتن أحمد عادل اللي منورنا، وعندنا كلام كتير قوي وسهرة النهاردة يا كابتن. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وحضرتك أستاذ أحمد طيب، والأمة الإسلامية كلها بخير، والشعب المصري كده في أحسن حال، ورمضان كريم عليكم كلكم. وعليك يا رب. وعليك وعلى طبعا كل يا حبايبك، كابتن. كل سنة وأنت طيب ومنور الدنيا كلها. وخليني ابتدي الحقيقه، يمكن كنا لسه شايفين تقرير على ماتش سان داونز، وانا كنت بتكلم انا وساره ان واحده من المواجهات يمكن تكون المواجهه الاهم في المرحله اللي جايه للنادي الاهلي. الاختلاف الوحيد اللي بشوفه انه بيصب في مصلحه النادي الاهلي هو بيتسو موسيماني، لانه كان المدرب السابق لسان داونز، فبالتاكيد درايته ومعرفته بقدرات الفرقه ولاعبتها هتبقى في مصلحه النادي الاهلي. بتشوف الماتش ازاي وفرص النادي الاهلي فيها يا كابتن احمد؟ اكيد فرص كبيره، وخصوصا ان انت كنادي اهلي، بغض النظر عن مستر موسيماني ان هو كان المدير الفني السابق، ده بيرجح كفه. انا بشوف ان ده من اكتر الحاجات اللي بترجح كفه النادي الاهلي، لان هو على درايه كامله زي ما حضرتك بتقول بنقط الضعف ونقط القوه في فرقه سان داونز، وخصوصا ان اللعيبه دي كلها، يعني فريق سان داونز على مدار السنين ما بيغيرش، ما بيعملش روتيشن في لعيبه كتير، فاغلبيه اللعيبه اللي موجوده دي مستر موسيماني كان بيمرنها. لكن اللي بيرجح كفه النادي الاهلي اكبر ان انت فريق عنده شخصيه، فريق عنده شخصيه البطل، فريق محقق البطوله، وبتملك شخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي هو اللعب على البطوله، وانا بعكس كل من اللي الناس شايفاه ان النادي الاهلي وهيبقى متاثر بالهزيمه بتاعت قبل كده، لكن انا بشوف ان اللعيبه عندها شخصيه البطوله، لينا افضليه حتى في المباراه الاخيره مع سان داونز، النسخه الاخيره البطوله اللي احنا كسبناها، الأخيرة اللي كسبناها كانت على حساب، كانت يعني اكبر دليل ان الناس، لا اللعيبه بترد، ان الجهاز بيرد، على عكس الناس ما بتقول. لكن اللي بيرجح كفه النادي الاهلي حاجات كتير جدا، من ضمنها ان انت فريق محقق البطوله، عندك شخصيه البطل دلوقتي في احسن حالاتك فنيا وبدنيا، برغم ضغط المباريات اللي على فريق النادي الاهلي، لكن عمليه الروتيشن اللي بتحصل في التشكيل اللي بيلعب بيه مستر موسيماني ده ان شاء الله يرجح كفه النادي الاهلي ان شاء الله. بتشوف ازاي يا كابتن انه بالرغم من الضغط اللي احنا بنتكلم عنه ده بقى لنا فتره يعني، ولسه اللي جاي اكتر ضغط مباريات كبير قوي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ولكن برضو في البعض بينتقد لو النادي الاهلي تعادل في مره بينتقد موسيماني، بتشوف ازاي الانتقاد ده؟ هل في محله؟ هل هو تقييم موضوعي اصلا في الفتره الصعبه دي ان انت كل يومين او كل ثلاث ايام مباراه؟ دي هنا بترجع برضو لان انت رفعت سقف طموح الناس. سقف طموح الناس ان النادي الاهلي هو مرفوع خلق يا كابتن احمد. سقف طموح، انا سقف طموح جماهير النادي الاهلي ان هو حتى مش متقبل النادي الاهلي يتعادل. صحيح. فانت كلعيبه وانت كجهاز فني لما بتقعد تسمع كده، يعني انت محطوط تحت مسؤوليه، انت محطوط تحت مسؤوليه كبيره، وانت فريق محقق البطل، فريق بتكسب على طول، فانت رفعت سقف طموح الجماهير، فطبيعي ان النادي الاهلي يتعادل، ولكن بيتعادل باسباب. ايه اللي بيضايق اللاعب من الجمهور يا كابتن احمد؟ عدم التقدير الموقف، يعني عدم تقدير الموقف، ان في ضغط مباريات، ان ممكن انا بالنسبه لي لو انت عندك كمدير فني حوالي 5 أو 6 لعيبه، او حتى لو 2 3 لعيبه مؤثرين مع الفرقه مش في حالتهم، فده ممكن كيرف العالي بتاعك انت وكيرف الاداء على العموم بينزل شويه. لكن مع الوقت ممكن الاهلي يتعادل او في خساره مباراه، تلاقي المباراه اللي بعدها زي ما الاهلي بيخسر من سموحه، تلاقي المباراه اللي بعدها بيكسب 3، بيكسب ام بي 3. فهنا لا، النادي الاهلي عنده الميزه واللعيبه بالجهاز الفني ان هو عنده لا صفحه وقفلت، دي اللي كان بيتكلم فيها كابتن سيد عبد الحفيظ، ان هي صفحه وقفلت وبيفكر في الاستيب اللي بعدها او الخطوه اللي بعدها. عشان كده النادي الاهلي بياخد كل مباراه بمباراتها، فدي حاجه مهمه ان انت كلاعيبه، انا بقول لحضرتك اللعيبه عندها ميزه انها بتعرف تفصل كويس. عشان اقفل سان داونز بس واتكلم معاك في ماتش بكره، انه ماتش بكره مهم وصعب، ايه التشكيل او ايه مين اللعيبه اللي تحب ان هم يكونوا موجودين في سكواد الاهلي وهو بيلعب سان داونز؟ اكيد محمد شريف. يعني محمد شريف الفتره الاخيره من اميز فتراته، فارق بشكل كبير جدا مع حتى مع الثلث الامامي النادي الاهلي، هداف، عنده بقى حاسه الهداف، بيقدر دايما يكسب. كنت بتتكلم معايا كابتن في السادسه انه محمد شريف لازم يكون موجود بشكل اساسي. اتكلمت مع حضرتك كتير في الموضوع ده قبل كده، وخصوصا لما كان بيقعد احتياطي او ما باخدش حتى دور. كنت بتقولي انا مش فاهم ازاي ما ابداش بيه دايما وهو هداف وهو بيهدد دايما يعني مرمى الخصم، وهو اثبت كده. يعني شريف اثبت كده،
وهنا لما بنتكلم على الفرصه اللي بياخدها اللعيب لازم تستغل ولازم تحط رجلك كويس، لان زي ما قلت لحضرتك قبل كده وقلت للاستاذ احمد سمير على ان اللعيبه كلها، انت عندك 25 لعيب نجم في النادي الاهلي، لما بتحط اي حد لا هو المفروض يبقى قد المسؤوليه، المفروض يبقى قد المسؤوليه. وفي النادي الاهلي مفيش لعيب اساسي ولا لعيب احتياطي، لازم كل اللعيب اي لعيب موجود في قائمه النادي الاهلي والله حتى لما بيطلع من الناشئين يا كابتن احمد بنشوفه قد المسؤوليه. انا عاجبني جدا كوكا ما شاء الله، كله الحقيقة. لا ما شاء الله اميز حاجه عند كوكا ان هو عنده شخصيه لعيب نادي الاهلي اللي هو ما بيهبش المباريات او بيلعب مباريات كبيره، وهنا في مباريات سان داونز والمباريات الكبيره هي اللي بتعمل لعيب، هي اللي بتعمل لعيب يتحمل الضغوط يبقى عنده مسؤوليه، هي بتعمل لعيبه بتعمل مدير فني. ايوه فاتمنى ان شاء الله نكون موفقين بكل اللعيبه. اي يعني شريف نمره واحد في اختياراتك تتمنى يكون موجود قدام سان داونز؟ اتمنى. مين من اللي كانوا بعاد الفتره الاخيره تتمنى او تشوف ان وجوده في المباراه دي يكون اضافه للنادي الاهلي؟ اتمنى. احنا عندنا خط النص الحمد لله، يعني حراسه المرمى شيلنا، انت عندك خط النص والثلث الامامي الحمد لله زي الفل. وعوده كمان خط الدفاع لسعد سمير ورامي ربيعه اضافه كبيره برضو لخط الدفاع مع تامين من الشناوي من ورا، فانت عندك كل الخطوط. انا كنت سعيد جدا بان عوده سعد سمير عوده رامي ربيعه مع رامي برضو من اول ما رجع الحقيقه وحط رجله في الملعب الحقيقه ما تهاونش في الفرصه، والحقيقه بيقدم مستويات اكتر من رائعه. دي الفرصه اللي كنت بتكلم معاكم عليها، ان لازم لما احط رجلي لازم لما بلعب ابقى عندي قد المسؤوليه. وهنا المنافسه، هنا المنافسه بيننا كزمايل مع بعض دي بتصب في مصلحه الفريق. لما يكون عندك ياسر ابراهيم، عندك سعد سمير موجود، بدر بنون، ايمن اشرف، انا بشوف ان دول من اقوى خمس قلب دفاع على مستوى افريقيا. صحيح. فده كله بيصب في مصلحه الفريق. مباراه غزل المحله بقى بكره، معروف قد ايه فريق غزل المحله على ارضه بيعمل مباريات كويسه. الدوري ده او الموسم ده قدر ان هو يفوز على الزمالك ويتعادل مع بيراميدز، شايف ازاي المباراه فنيا بكره بالنسبه للنادي الاهلي وغزل المحله؟ بص، في مباراه غزل المحله يعني كمدير فني لغزل المحله هو مش مستني يقول للعيبه تركز، لان اي مباراه للاهلي بالذات هو كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه ده اللي هيواجهه لعيبه النادي الاهلي. هو بيبقى بيبتدي السيزون مستني ماتش الاهلي. كله مستني ماتش الاهلي، يعني كل اللعيبه اي فرق. وده مش تقليل منهم، لا خالص، ده طبيعي. فرصه الظهور امام بطل افريقيا وبطل مصر بتبقى فعلاً فرصه لاي لعيب، يعني بصرف النظر عن تيشرت النادي اللي هو بينتمي بيلبسه. طبعا دي وانا جربتها حتى لما خرجت بره النادي الاهلي، المدير الفني مش مستني من اللعيبه اللي هي تقول له ماتش الاهلي ركز، نام بدري مثلا، لازم تبقى مركز في المباراه، هتلعب على، لان النادي الاهلي وتشكيل النادي الاهلي هو كتاب مفتوح لكل الفرق اللي في مصر. معروف كهربا لما بيلعب، معروف محمد شريف لما بيلعب، معروف السوليه لما بيلعب. فانت هنا مع لعيبه المحله لازم من اول في المباريات دي ان انت تخلص المباراه بدري، يعني تخلص المباراه بدري وتنزل تفرض اسلوب لعبك، لان انت لو غزل المحله عدى ربع ساعه ثلث ساعه والنتيجه سلبيه هتخش في مشاكل، وفي مباريات المباراه هتبقى الامور متصعبه عليك. طيب احنا في السادسه معودين جمهور القناه ان احنا بنعمل استفتاء بعد كل ماتش بتلعبه الفرق. طيب. والجمهور بيختار افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظره، وفي جدولنا احنا جدول السادسه اول افضل لاعب بياخد ثلاث نقط، وثاني افضل لاعب بياخد نقطتين، وثالث واحد بياخد نقطه واحده. هنشوف معاك اخر ماتشين. احنا من يوم الاحد اللي فات لما كنت انا وساره موجودين في الاهلي في رمضان لغايه النهارده عملنا استفتاءين على ماتش امبي وماتش المصري، الماتشين اللي الاهلي كسبهم. خلينا نستعرض النتائج ونسمع تعليقك وتقول لنا ايه رايك في اختيارات جمهور النادي الاهلي. وهبدا مع حضراتكم بماتش امبي. الاهلي قدم فيه واحده من افضل مبارياته، اعتقد ده رايي، كان راي اغلبيه يعني اللي سمعتهم من النادي الاهلي. في المركز الاول كان اكتر لاعب محير لجماهير النادي الاهلي السيزون ده حسين الشحات، لاعب في لحظات معينه بتظهر امكانياته وهي امكانيات غير طبيعيه، نتمنى الحقيقه انه يوصل لقمه مستواه وانه يبقى فيه ثبات في الحفاظ على المستوى اللي يوصل له، لانه الشحات هيكون اضافه كبيره جدا لقدرات النادي الاهلي الهجوميه. الشحات باجماع جماهير النادي الاهلي في ماتش امبي فاز بالمركز الاول، واول ظهور للشحات من بدايه السيزون في جدول الترتيب العام. في المركز الثاني عوده حميده للسوليه، واحد من اهم، وكان الحقيقه يمكن واحد من اهم اسباب فوز النادي الاهلي بالثلاثيه في الموسم الاخير. السوليه الحقيقه اللي ظهر، وانا يمكن اشدت بيه جدا في المباراه دي وقلت انه ده السوليه اللي احنا نعرفه، فاز
بعد منافسه شرسه الحقيقه جمعته بالشحات، فاز بالمركز الثاني وخد نقطتين واضاف لرصيده نقطتين في جدول الترتيب. اما الحقيقه مش هقول مفاجاه، لانه الحقيقه برضو باجماع الجماهير كان كوكا الواعد او الصاعد الواعد هو اللي احتل المركز الثالث، وبرضو بيظهر لاول مره في جدول الترتيب. الشحات بالنسبه لك ايه يا كابتن احمد؟ لا انا حسين يمكن لما اتكلمت عليه بشكل كبير جدا، ان حسين من المهم ان الناس حط عليه مسؤوليه كبيره جدا تجاه الفرقه تجاه المباريات، ان انت حسين لعيب مش يعني قيمتك التسويقيه عاليه جدا، امكانياتك حتى اللي المفروض يعتمد عليك فيها المدير الفني لازم تظهر في كل المباريات، لكن ممكن اداء محير شويه ان هو بيبعد حسين. انا بشوف انه بيتاثر نفسيا شويه، بيتاثر بالضغط حتى اللي بيتحط عليه، بيتاثر بالتصريحات، لكن امكانياته بتظهر في المباريات. ان انت بتشوف مثلا حسين يعني في ماتشات كتير جدا ولقطات كتير جدا لحسين تقول لك انك انت عندك موهبه يعني جامده جدا، عندك لعيب عنده قدرات، خصوصا في المباريات اللي بتبقى صعبه والمباريات اللي بتبقى تقيله، انه يكون حاسم وانه يكون مؤثر وانه يكون مبدع انجاز التعبير كمان. السؤال اللي بتساله اغلب انا بكلمك بمنتهى الصراحه وده لسان حال جماهير نادي الاهلي، السؤال بتساله جماهير نادي الاهلي ليه حسين ما عندوش ثبات في المستوى؟ ليه مردود حسين في كل مباريات النادي الاهلي مش نفس المردود؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك ان 100% حسين بيتاثر، بيتاثر بردود الافعال. هنا لازم حسين يقفل على نفسه شويه، يعني لازم يقفل على نفسه حتى السوشيال ميديا ما يبصلهاش، يركز في الملعب زي ما كان مركز، او الحاجات اللي كان معتاد عليها ان هو كان بيعملها ان هي بترفع مستواه، ان هو لعيب الكوره وخصوصا في النادي الاهلي وانت كحسين الشحات على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر انت لعيب كبير، الناس طالبه منك حاجات كتير جدا، جماهير الاهلي طالبه منك حاجات كتير جدا لازم تبقى قدها. لكن حسين انا شايف ان هو ممكن يكون مركز بره الملعب مع التصريحات مع الانتقادات اللي بيتعرض لها، فدي اكيد هتاثر عليه بصوره سلبيه، مع بعض اللعيبه برضو اللي بتدي ودنها للاعلام او للضغوط او للتصريحات اللي هي غير بناءه. لكن كحسين اللي انا يعني واثق في امكانيات حسين ان هو الفتره اللي جايه يكون اضافه لخط هجوم النادي الاهلي، وهنا حسين بيظهر على بعض الفترات باهداف، يعني ممكن اداء وممكن ما بيرضيش جماهير النادي الاهلي شويه، لكن بيقدر يجيب اهداف، وخصوصا ده ظهر في مباراه سموحه. انت بتشوف حسين اول نص ساعه ممكن تحس ان هو مش موجود في الملعب، بس في لقطه او في كوره يا بيقدر يعمل لك هدف يا بيحرز هدف. صحيح. فاكيد هو لعيب مهم يعني. كوكا انه يفوز بثالث افضل لاعب في المباراه مفاجاه بالنسبه لك؟ على اللي انا شفته من كوكا لا، يعني اللعيب عنده شخصيه يستاهلها. هو يستاهلها، ودي اكبر انا بشوف ان هي اكبر مكافاه ليه. اللي ممكن يكون مفاجاه ليك انه كررها. خلينا نسمع نتيجه ماتش امبي نتيجه ماتش المصري ونكمل كلامنا مع الكابتن. طبعا يعني على حسب حضراتكم شفتوا مين افضل ثلاث لعيبه في مباراه المصري، كان في المركز الاول اللي خد الثلاث نقط كامله طبعا الهداف كابتن محمد شريف، الحقيقه كان مادي باداء كبير جدا، وكل جماهير النادي الاهلي سعيده بالاداء اللي محمد شريف بيقدمه الفتره اللي فاتت بشكل كبير قوي، والثبات في المستوى والاستمراريه في التهديف اللي دايما بنتكلم عليها بالنسبه لمحمد شريف. جه في المركز الثاني المتالق طبعا كابتن اكرم توفيق، واللي بنشوف بيجتهد لحد اخر دقيقه من لعبه في الملعب وعامل يعني اداء ولا اروع مع النادي الاهلي. وزي ما احمد قال في المركز الثالث بيتكرر كمان كابتن كوكا الواعد، كنا بنتكلم كابتن احمد عادل انه اهو بيتكرر هو تاني، هو شكله واعد صح. فاحنا بنتكلم ان كوكا دلوقتي الحقيقه في كتير قوي من الجماهير شايفه الاداء اللي بيعمله، وشايفه ان هو بالرغم ان هو لسه صغير يمكن في السن شويه لسه جديد بالنسبه للفريق الاول مباريات ياخدها ورا بعض، ولكن لا يعني مؤدي بشكل كويس قوي، وفي زي ما حضرتك قلت شخصيه ان هو مش مفيش فكره الرهبه، مش هايب الموضوع بالظبط. لا هو كوكا فعلا زي ما بقول لحضرتك، الميزه في كوكا ان هو محافظ من مباراه لمباراه بيقدر يتالق ومحافظ على مستواه، وهنا ان ربنا يحفظه ويبعد عنه الاصابات مهم جدا ثبات مستواك على مدار السيزون كله. يمكن ممكن في لعيبه كتير جدا بتلعب مباراه واثنين وثلاثه وبعد كده كيرف المستوى بينزل تاني، لكن كان انت بتلعب في النادي الاهلي وعندك شخصيه النادي الاهلي اللي انت ظهرت بيها لازم تحافظ عليها طول الموسم،
لان انت برضو لازم هنا يبقى عنده درايه كامله ان هو بيلعب مكان علي معلول. فهنا ان الناس تحط كوكا في الحته دي وممكن تكون نسيت علي شويه. هو مركزه اساسا كابتن احمد، هو بيلعب دايره، بيلعب ارتكاز كوكا اساسا، بس مستر موسيماني موظفه باك شمال. هنا ما انا بقول لك، هنا دي بتدي افضليه كلاعب مع المدير الفني، زي ايمن اشرف ممكن يلعب كسيرت باك وممكن يلعب كباك ليفت. صحيح، هنا المرونه. وهنا اكرم بتحسب للاعيب لما تقدر توظفه. اكرم طبعًا. توفيق، اكرم توفيق ممكن يلعب باك رايت، ممكن يلعب ديفندر طبعا. ففي لعيبه كتير جدا بتسهل حتى على المدير الفني. صحيح. ان هي تقدر تحركه من جوه الملعب، زي ما حصل مع اكرم في مباراه المصري. يعني كان بيلعب ديفندر وبعد كده راح باك رايت وبعد كده رجع ديفندر تاني. لف على المراكز كلها، انتشر في الملعب. لا بيبقى في ثغرات بيبقى في ثغرات حتى في المباريات، ممكن نقفل بيه ثغره. يعني ممكن نقفل بيه ثغره. فدي ميزه من مميزات اللعيبه. اكرم توفيق كنت بسالك يستحق المركز الثاني في مباراه المصري؟ انا اكرم ادي له حتى المركز الاول. يعني انا بالنسبه لي اكرم على المجهود اللي بيبذله، على ما بخلش بنقطه عرق، حتى لو كره انا اللعيبه حتى لو كره مش ماشيه معاك، لكن معدلات الجري عندك بتقدر ان انت تعوضها. لكن في مباراه المصري كان قد المسؤوليه، كان قد المسؤوليه. أيوة. وكان من افضل اللعيبه، كان جندي مجهول فعلا في مباراه المصري. ممكن شريف عشان احرز الهدف، لكن كان في احسن عند شريف، في احسن، لكن انا بشوف على المستوى الفني والبدني كان اكرم توفيق. وبتهيالي كمان لسه طبعا نتيجه الجونه هنعلنها لحضراتكم في الحلقه اللي جايه، ظهورنا اللي جاي، بس انا ما عنديش شك كمان انه اكرم كان واحد من نجوم مباراه الجونه الحقيقه، قدم مباراه اكتر من رائعه الحقيقه. خليني اقول لك انه على حسب ما متابع تصويت الجماهير، يعني هو برده مكتسح بشكل كبير، اعتقد انه هيبقى مركز اول. هو الحقيقه احنا من اول ما ابتدينا السيزون في كل ماتشات الاهلي لعبها وعملنا استفتاء النادي، استفتاء اللعيبه بتاعه النادي الاهلي على للسادسه، الارقام اللي احنا وصلنا لها النهارده في جدول الترتيب بتعكس قد ايه الحقيقه ان الجمهور عنده سنس عالي جدا. ولو سالت اي خبير واي حد من جوه المطبخ رايك او تقييمك للعيبه بتاعه النادي الاهلي، مش بتكلم انطباعات يا كابتن احمد، بتكلم عن اراء وتحليل وارقام فنية. هتلاقي ان الجمهور الحقيقه عنده درجه حساسيه عاليه جدا. انا هستعرض مع حضرتك ومع جماهير النادي الترتيب اللي وصلنا له بعد ما اتكلمنا انا وساره عن مباراتي الاهلي مع المصري والاهلي مع امبي في صداره الجدول، ويمكن اللي يكون وحيد ومنفرد ومبتعد عن اقرب منافسيه كابتن محمد الشناوي برصيد 20 نقطه. شريف بيقفز للمركز الثاني بعد ما خد ثلاث نقاط اضيفت لرصيده، وصل رصيده ل 15 نقطه احتل بيهم المركز الثاني. في المركز الثالث جه بدر بنون، او ما زال تراجع بقى بدر بنون لانه بدر كان مركز ثاني بعد الشناوي، تراجع للمركز الثالث برصيد 14 نقطه. أليو ديانج في المركز الرابع 13 نقطة، أيمن أشرف في المركز الخامس 11 نقطة، والفروق طبعا من الثاني للخامس، وحتى لو تابعنا بقية الجدول مع حضراتكم هي نقاط بسيطة جدا، يمكن نقطة بتفرق مركز عن مركز. دول أفضل خمس لاعبين لغاية اللحظة اللي بنكلمك فيها ولغاية انتهاء مباراة المصري من وجهة نظر جماهير النادي الأهلي: شناوي، شريف، بدر، ديانج، أيمن أشرف. هنا انا بشوف ان هتلاقي من اللعيبه دي هو عندهم شخصيه النادي الاهلي اللعيبه دي، وممكن تضيف لهم برضو السولية. هو وراهم قفشه، معلول، كهربا، وليد، اجاييه، طاهر، اكرم، هاني، حمدي فتحي، عمرو السولية، ياسر ابراهيم، علي لطفي، رامي ربيعه، الشحات اللي ظهر لاول مره زي ما قلت في الجدول، بيكهام، وبعدين كوكا. هنا زي ما بقول لحضرتك، حتى لو هتلاقي بالترتيب ده بيرجع بيصب في اوضه اللبس. اوضه اللبس النادي الاهلي هنا شخصيه البطل، يعني شخصيه البطل على كل الاسماء اللي حضرتك قلتها. هنا شخصيه النادي الاهلي، هنا اوضه لبس النادي الاهلي اللي بيقودها محمد الشناوي. بيقودها محمد الشناوي. القياده مش ملعب، او التصنيف اللي حضرتك بتشوفه ده مش ملعب 90 دقيقه بس، مش طبعًا. 90 دقيقه ولا حتى قدام في وراها كواليس كتير جدا، كواليس كتير جدا. هي عنده شخصيه القائد محمد الشناوي، وخصوصا ان هو بيبقى اخر واحد في الملعب، هو اللي بيقود الفرقه كلها، حتى في المباريات، حتى في اوضه اللبس هتلاقي لا في قائد، لا في ايمن اشرف قائد، هتلاقي اللعيبه دي بيبان عليها في الملعب. مين كان قائد في فرقتك يا كابتن احمد؟ مين كان اللعيب اللي كان كلمته مسموعه في اوضه اللبس؟ تريكا طبعا، تريكا وائل جمعه،
شادي محمد، لا كان في لعيبه كتير يعني، كان في لعيبه كتير ولعيبه تحترم بعض اكيد. وانت بتتكلم يا كابتن عن شخصيه البطل، وحضرتك يعني واحد من نجوم النادي الاهلي، يعني ايه القيم اللي اول ما اللاعب بيوصل النادي الاهلي بيكتسبها من النادي الاهلي تبقى في شخصيه البطل ساعتها؟ انا بشوف ان اي حد بيخش اوضه لبس النادي الاهلي هو بيتطبع بطبع النادي الاهلي، بيتطبع بطبع شخصيه البطل، لان انت بتشوف حتى اللعيبه الكبيره ان هي اكبر مثال ان احنا، انا بشوف ان النادي الاهلي بجهازه بمجلس ادارته بلاعيبته ان هم ماشيين زي على قضيب قطر، اللي عايز ينزل من القطر ينزل، لكن احنا مكملين في نفس الاتجاه. حتى اللعيب، اي لعيب موجود داخل اوضه اللبس النادي الاهلي لازم يمشي على مبادئ النادي الاهلي ولازم يمشي على قواعد النادي الاهلي، بعكس ذلك انت بتنزل دي حاجه انت بتخسر. اللعيب هو اللي بيخسر، النادي الاهلي ما بيخسرش، النادي الاهلي هو بيتخسر ما بيخسرش، لكن هنا اللعيب النادي الاهلي بيفضل مكمل، قواعد النادي الاهلي مكمله، مبادئ النادي الاهلي مكمله، هتلاقي حتى مجلس الاداره مكمل في طريق واللعيبه مكمله، اي حد غير ذلك هو بيبعد عن النادي الاهلي والنادي الاهلي بيفضل مكمل، لكن اللي بيخسر هو اللعيب مش النادي. طيب رمضان عند كابتن احمد عادل، رمضان بقى باكلاته وبسحوره وبفطاره وبمسلسلاته، كلامنا وتواصل الاهلي في رمضان مع نجمنا النهارده كابتن احمد عادل، بس بعد الفاصل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله العشره بتاعتنا يا اهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، طبعا برحب بضيفنا ونجمنا النهارده كابتن احمد عادل، منورنا، كل سنه وانت طيب مره ثانيه يا كابتن احمد. ونبعد مش بعيد قوي عن الكوره، بس نتكلم شويه عن رمضان معاك وطقوس رمضان ومسلسلات رمضان واكلات رمضان. ومناسبه اكلات رمضان بيتضمننا دلوقتي الشيف محمد عبد الباقي. مساء الخير يا شيف محمد، واهلا وسهلا بيك معانا. مساء الخير يا ساره. مساء الخير يا شيف، منورنا. جبنا سيرتك بكل خير اول ما ابتدينا الحلقه. النهارده هنتكلم على الشيف محمد، كان بيتكلم على الطعميه في البريك. انا الطعميه انت عشان انت المره فاتت ما عملتهاش. انا ما دقتهاش كمان. المره دي بقى تعمليها وتدوقيها. انا اللي هعملها. وزود لنا شويه في الكميه يا شيف محمد. لا النهارده في زياده. علشان في حد بياكل كتير طبعا. اكيد انا اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. انا قبل بس ما ننقل على رمضانيات، انا بس عايز اخد رايك في كمان خبر بيتهيألي يمكن كان حلم جيلك والاجيال اللي قبل منك لعبت في النادي الاهلي، انها تلعب في استاد اسمه استاد النادي الاهلي، ودي الخطوه اللي خدها يمكن مجلس الاداره واللي تابعها وتابعها كل الاهلاويه امبارح بوضع حجر الاساس، الخطوه الاولى في اعتقد يعني خطوه تاريخيه بالنسبه لكل الانديه المصريه وللنادي الاهلي طبعا بالاعلان عن تشييد استاد النادي الاهلي. رايك ايه أكيد وانطباعاتك ايه؟ اكيد حاجه مشرفه للنادي الاهلي ومشرفه لتاريخ النادي الاهلي، يحسب طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي ووضع حجر اساس استاد النادي الاهلي اللي مش بعيد عن طموحات النادي ومبادئ النادي واهداف النادي، حاجه كبيره مشرفه لجماهير النادي الاهلي، على كل اهلاوي ان هو يفخر بيها اكيد. يعني تفرق مع اللعيب وهو بيلعب في استاد بتاعه يعني، طبعا الاهلي ويا السلام دلوقتي بنشوفه استاد عنده او فيه شخصيه الاهلي وفيه روح النادي الاهلي، وبالتاكيد فارق مع اللعيبه انها تلعب في ملعب هو ملعبها. بتفرق مع اللعيب فكره الملعب بتاعه والاستاد بتاعه والمدرجات بتاعته يعني؟ بالتاكيد انت اكتر حد ممكن يقول لنا بما انك انت حسيت الموضوع ده. اكيد اكيد معنويا. اكيد معنويا، وخصوصا حتى وانت داخل اوضه اللبس وانت اصلا بتتمرن في الاستاد بتاعك، ان شاء الله يبقى في تواجد جماهيري حتى في مباريات افريقيا. نتمنى. وانت بتلعب في الاستاد بتاعك وانت بتتمرن حتى في اوضه اللبس، الاجواء حتى اوضه اللبس بيبقى عليها شعار النادي الاهلي في اي مكان انت موجود فيه، انت في الاستاد بتاعك ده بيديك واحساسك كمان انك انت نادي بمواصفات عالميه. يعني النادي الاهلي لما بيبقى يعني بيعمل خطوه او بيعمل حاجه بيبقى دايما بيحسسك انه نادي لا يقل عن كل الانديه الكبيره، البارسا، المان يونايتد، ريال مدريد، يعني تحس انك انت في سكيل تاني في مستوى تاني خالص. ما هو ده بيديك فخر، يعني بيديك فخر حتى ان انت كلاعب ان انت بتنتمي للنادي الاهلي بكل الامكانيات دي. ده لا يقل طبعا عن انت زي ما حضرتك بتقول بايرن عنده الاستاد بتاعه طبعا. ريال مدريد عنده الاستاد بتاعه، كل فرق العالم عندها الاستادات بتاعتها، فدي حاجه اكيد هتضاف لتاريخ النادي الاهلي والمبادئ وقيم النادي الاهلي اللي بيمشي عليها مجلس الاداره باهدافها
حاجه تضاف لتاريخ النادي الاهلي. اكيد الاستاد هيبقى احلى كتير، يعني كلنا نتفق بالجماهير النادي الاهلي واللي بقى لها فتره غايبه، والجماهير بشكل عام بقى لها فتره غايبه عن الكوره. شايف قد ايه كان يفرق جدا وجود الجماهير، او يفرق مع لعيبه النادي الاهلي وهي بتلعب في وقت زي ده وضغط مباريات كبير، وبتمثل قد ايه يعني دعمهم للعيبه؟ هو اكيد تواجد الجماهير النادي الاهلي هو كان بيأثر حتى على الفريق المنافس النادي الاهلي. لما بيشوف تواجد جماهيري بتتكلم في 60 أو 50 ألف متفرج لما موجودين، ده بنشوفهم في مباريات افريقيا، بيديك انت الافضليه، وخصوصا جماهير النادي الاهلي ان هي لا تكل ولا تمل طول ال 90 دقيقه. طول 90 دقيقه ما حدش بيقعد، لكن ده بيديك افضليه، بيديك رهبه حتى للفرق المنافسه النادي الاهلي. ده حتى بينزلك المباراه، حتى واحنا في التسخين يمكن 60 ألف أو 70 ألف بينادوا عليك انت كلاعب، فالفريق منافس الصخر زي ما بيقولوا. طبعا هالي وانت نازل الملعب، يعني عشت دوت. احنا كنا في مباراه برشلونه كان في حوالي 100 ألف أو 110 ألف في استاد القاهره وكلهم اهلي، فكانت حاجه طبعا. حتى فريق برشلونه اللي هو النادي الاهلي ده ايه في مصر او في افريقيا بالقاعده الجماهيريه دي كلها، لكن دي حاجه بتقلك انت كنادي طبعا، وبتقلك انت كلاعب حتى وانت بتلعب، وبتسبب ضغط على الفريق المنافس ان انت بتنزل المباراه معنويا انت كسبان 50% مع تيشيرت النادي الاهلي، مع طموح النادي الاهلي، مع اداء النادي الاهلي، بيقدر يسهل عليك المباراه. من اكتر المباريات اللي بتعتز بيها دايما يا كابتن مباراه برشلونه، اكيد طبعا هي مباراه للتاريخ، يعني مباراه للتاريخ، وخصوصا الحمد لله انا في تاريخي لعبت مقاويتين، مقاويه النادي الاولمبي ومقاويه النادي الاهلي. هنا لعبتها مع النادي الاولمبي ضد النادي الاهلي، ومباراه النادي الاهلي لعبتها مع برشلونه، وفي كانت مباراه ثانيه بنفيكا، يعني لعبنا برده بنفيكا في مباراه ثانيه، فدي من ضمن المباريات اللي بعتز بيها اكيد. ماتشات رمضان تفتكر منها حاجه؟ ماتشات رمضان افتكر منها اسك طبعا، اسك في ابيجان، ولان هنا كان في كان مستر مانويل عايزنا نفطر نفطر لكن ابو تريكه كان ليه على الراجل شويه، مستر مانويل جوزيه بيسمع له، يعني بيسمع له بيسمع له، وقال له حتى احنا كنا بنصلي الفجر اليوم دوت، كان وائل الجمعه مجمعنا بنصلي الفجر في طرقه يوم الماتش، يوم الماتش يوم الماتش يوم المباراه كنا بنصلي الفجر كلنا، حتى ابو تريكه خد راينا ان انتوا الراجل تفطروا ولا تصوموا، تفطروا ولا تصوموا، فانا قلت طبعا نفطر، انا قلت نفطر. انا على الاغلبيه الاغلبيه قالوا نفطر اكيد. انا قلت لتريكه سيبني اصلي واقول لك بعد. لا لا، فكان احسن اختيار بصراحه ان احنا فعلا تريكه قعد مع الراجل قال له احنا الفرقه كلنا، احنا يمكن اول مره، يمكن مستر مانو كان من الشخصيات الكلمه كلمه، ياخد قرار، فهو ان احنا زقينا عليه ابو تريكه شويه يعني، فقال لنا لا خلاص انا اخدت قرار من الراجل ان احنا ان شاء الله هنصوم، ويمكن كسبنا المباراه دي 1-0، وكان فريق اسك ابيجان بقى له 14 سنه ما بيخسرش على ملعبه، يا بيتعادل يا بيكسب. الحمد لله كان في دور 16 في دوري ابطال افريقيا، وتأهلنا بيه لدور الثمانيه، يعني الهدف ده بتاع ابو تريكه، وكان خير علينا اكيد، حاله الصيام اكيد. ايه قصتك مع المطبخ في رمضان؟ لا انا مطبخ باكل بس. لا انا اكل بس، ما عديش حتى مطبخ. اكيل طبعا يا كابتن احمد. لا انا ليا اكلات معينه، يعني انا ليا اكل معين هو صعب شويه. زي يعني ايه؟ صعب على مراتي يعني، بس هي يعني حبا بتعملهولي. ايه الاكلات دي يا كابتن؟ اكيد محشي، يعني محشي. صعب المحشي؟ متهيألي سهل يعني. اي حاجه يا ساره بالنسبه لك سهله طبعا. طبعا انت بتتكلمي في ايه؟ ده بريمو استاذه ساره سهله في الاكل. صح. ايه غير المحشي؟ محشي كرومب، ممبار. تمام، احنا عندنا في اسكندريه عصبان، يعني ممبار في اسكندريه. ايه انت اسكندراني يا كابتن احمد؟ عصبان. اسمه كده عصبان. انت عندكم كتير، يعني انتوا الجبنه الرومي بتهالي بتقولوا عليها تركي مثلا. جبنه تركي. لا انا عشت في القاهره 15 سنه فطبعت شويه. انت عندك القاموس. عندي انت عندك ده وده. اجي القاهره اتكلم لغه هنا وتتكلم لغه هناك. لا والجنيه جني. جني. والشاي شاي. شاي. في حاجات كده. اسكندراني اسكندراني. احسن ناس طبعا، كل سنه وكل اسكندريه طيبين وبخير. في حد من اللعيبه بيعمل اكل، بيطبخ، بياكلكم او اكلكم مره قبل كده؟ بيعمل اكل شاطر يعني؟
لا انا بحكم ان انا كنت قاعد انا واحمد صديق في شقه لوحدينا. كان صديق بيعمل يطبخ بخليه يطبخ. بيعمل اكل حلو. بيعمل اكل. اتعلق يعني هو اتعلق وهو كان عايز يعلمني لان احنا قاعدين لوحدينا فبيقول لي كل يوم انا هعمل اكل فاقول له انت لا ده لا اينو في معسكرات. اينو بيعمل اكل. يعني اينو يعني بيشوط وبيعمل اكل. بيشوط في الاكل. بمناسبه التلفزيون بقى في رمضان بقى تشوف اكتر مباريات ورياضه ولا مسلسلات ولا الاثنين بقى؟ لا هو رمضان ليه طقوسه يعني ليه طقوسه يعني ببعد عن الرياضه شويه. مسلسلات يعني مسلسلات مع قران طبعا. أكيد. يعني مع قران طبعا دي قبل الفطار لكن فيما بعد الفطار يمكن بجانب شغلي شويه مسلسلات ومسلسلات معينه اللي هي بتتفرج على ايه الاختيار يعني ده دي أكيد. حدث اكيد مهم في تاريخ مصر وفي رساله كبيره في المسلسل رساله ده. كبيره وعلى مستوى الدرامي شويه لعبه نيوتن انت عايش مع حازم وهنا مصر كلها عايشه مع حازم واحد من المسلسلات طبعا انا بشوف كميه كوميكس على المسلسل ده عشان انا مش بتابعه بس بشوف تريقه مش تريقه على طبعا الابطال يعني منى زكي اكيد عامله حاجه كبيره وكل الابطال المسلسل بس بشوف يعني على احداثه هو بيناقش حاله يعني هو الميزه ان المسلسل بيبقى ليه هدف انا مش ضد مسلسلات البلطجه والضرب والحاجات دي لان انت بتنقل صوره برضو الدراما المصريه يعني هنخش في الدراما شويه ان هي بتدي طابع الشارع المصري وفي لعبه نيوتن اللي كان جميل فيها ان هي بتناقش قضيه ان لان انا عشت ده شويه ان انا كنت عايز اطلع بره ان انت أنا شخصيا مريت بموقف زي ده موقف زي ده ان انا كنت عايز اطلع بره ان انا ابني او بنتي ياخدوا جنسيه بره ياخدوا جنسيه فعيش ده وسالت ويمكن دخلت ده اللي شدني للمسلسل ان ده بيناقش قواضي كتير جدا ما تتعلق بالشارع المصري يعني في الجانب الاخر اختيار طبعا دي حاجه طبعا. للاختيار اتنين وانت متعاطف مع مين بقى حازم ولا مع هنا ولا مع مؤنس مش عايز يقول خايف يقول عشان اللي انا قلته له في البريك لو انا بقى مؤنس لا مع حازم طبعا ضد الراي يا استاذه ساره لا هي مصر كلها مع حازم اطمن ما تقلقش يعني دي اهم حاجه الرجاله اكيد الرجاله بس لا طبعا مع كامل احترامي لمنى زكي واحد من اروع ادوارها وهي واحده من اهم نجمات رمضان السنه انا بحب محمد ممدوح جدا ومحمد ممدوح لا هو الكرو كل الكاست كل فراج طبعا عامل دور عالمي محمد ممدوح منى زكي فنان عاملين ادوار واللي خدمهم طبعا ان في دراما وفي قصه وفي موضوع يعني في مساحه للممثل اللي عايز يبدع انه يبدع والحقيقه هم الثلاثه اجادوا بس برضو ما يمنعش ان مصر كلها مع حازم ضد هاني انا كده اتفرج على المسلسل عشان برضو اقول رايي يبقى متاكده منه مين الصحاب اللي لازم تتلم معاهم في رمضان كابتن احمد وكوره ولا مباراه كوره يعني الناس القريبه من احمد عادل لا الناس اللي قريبه مني في اسكندريه شويه اصحابي في طبعا العجيزي الكوره طبعا ده اقرب حد ليا بره الكوره بقى في كابتن اوشا ده المدير الاداري بتاع النادي الاولمبي حموكشا نينو في محمد صلاح اللي هو الباك ليفت اللي كان بيلعب في منتخب مصر مع كابتن حسن شحاته في اسماء كتير جدا عشان ما انساش حد بس في كيمو صاحبي رمضان اتغير يا كابتن احمد يعني بتحس انه طبعا يعني جائحه كوفيد دي طبعا اثرت بشكل كبير جدا في حياه الناس عموما وبيتهيألي كمان اثرت شويه في رمضان وعايز اعرف رايك هل في حاجات اتغيرت في رمضان اللي انت اتعودت عليه طول عمرك بطقوسه بالحاله اللي بيعملها ولا شايف انه رمضان لسه زي ما هو؟ لا والله انا عشان كنت صريح معاك حاسس ان ممكن رمضان خيره قل شويه يعني خيره عن السنين اللي فاتت يمكن ده مدي حذر شويه ودي حاجه ايجابيه ان احنا كشعب او اتجهنا لنظافه كل حاجه في البيت والنظافه الشخصيه والاجراءات الاحترازيه دي كانت حاجه مهمه ده الجانب الايجابي لكن على الجانب الاخر ممكن خير رمضان ممكن يكون قل شويه حتى في سلوكيات الناس حتى في الصلاه ممكن يكون الناس مخلي بالها شويه فما بقاش في صلاه جماعه باعداد كبيره جدا ف
فدي حاجات مقصره يعني اكيد. ايه اكتر حاجات اصلا بتحبها في طقوس رمضان؟ يعني فكره مثلا صلاه التراويح، القران، المسلسلات، يعني في كذا حاجه في رمضان، ايه اكتر حاجات بتبقى مستني رمضان يجي عشانها؟ هو التجمع. تجمع العيلة، اللمة، اللمة، العيلة، الصحاب، حتى لعب الكورة مع بعض، ان احنا بنجمع. حتى انا الفترة الأخيرة بقيت بجمع كل الناس اللي هم الجيل بتاعي من زمان، جيل 84 و83، بقينا بنتجمع وبنلعب كورة مع بعض وبنفطر مع بعض وبنتسحر مع بعض. فدي عزومة فيها أربع أشخاص، تختار مين يكونوا مع عزومه من كابتن احمد عادل، تعزمهم على الفطار، مين يكون موجود؟ الكوره ولا بره الكوره؟ زي ما انت تحب. من صحابي يعني؟ يعني اللي انت تحب ان هم يكونوا موجودين معاك على الفطار. هو اللي انا كنت بتمناه والدي الله يرحمه. الله يرحمه. كنت اتمنى هو يبقى موجود معايا. يمكن عشان مش عايز اقلبها شويه لا ازاي، ربنا يرحمه، اكيد ندعي له في الايام المفترجه دي. العجيزي طبعا ده من اهم الناس اللي في حياتي. كيمو صاحبي ده عشره عمري. بجانب طبعا والدي ووالدتي، يعني والدتي طبعا ربنا يخليها لي، دي من اهم الناس اللي في حياتي. في كابتن اوشا بقى، ده طبعا شخص عزيز عليا جدا، وفريد يعني. طيب بمناسبه اسكندريه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، وجايبين لك استاكوزا على التليفون، كابتن احمد حسن استاكوزا. يا كابتن احمد مساء الخير وكل سنه وانت طيب. مساء النور وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. الله اكرم كابتن احمد. كابتن احمد عادل طبعا انا مش هقول ان هو نسي اسمه. شفت لك وانا سعيد طبعا ان انا بسمع صوته، والله ربنا يعلم الظروف الموقف اللي انا فيه حاليا، بس طبعا النادي الاهلي وكابتن احمد عادل ما اقدرش اتاثر عنه خالص، وانا سعيد ان انا سمعت. المهم خير يا كابتن احمد. طيب التليفون فصل، هنحاول نتواصل مره ثانيه مع كابتن احمد حسن. نتمنى ان شاء الله يكون خير. لا ما انت مش هتعزم مصر كلها يعني. هو قال لك اربع اشخاص العزومه الاولانيه وبعد كده تعمل عزومه ثانيه. ما هو برضه ايه اربع اشخاص دي؟ العزومه رمضان بيحب اللمه يا احمد، اربع اشخاص بس. ما انا قلت برضه هتضيق كده عشان ما نكلفش راجل كتير. بمناسبه الكلام على اسكندريه كتير، ذكرياتك بقى مع الاولمبي السكندري اكيد ذكريات كتير، وانت بتعتز انك كنت في النادي ده. لا هي من احلى سنين حياتي، يعني من احلى سنين حياتي، وخصوصا ان هي اللي خلتني انتقل للنادي الاهلي. على مستوى المدربين، على مستوى التربيه اللي انا اتربيتها داخل النادي، اتربيت على اسس وما تختلفش عن النادي الاهلي. ما تختلفش عن النادي الاهلي، ان انا يبقى عندي اصل مع النادي، ان انا بدي النادي اقصى ما عندي، وخصوصا حتى مش بالمقابل المادي. يمكن انا كان في لعيبه بتاخد ارقام جايه مغتربه من بره، بتاخد ارقام كبيره جدا في العقود. يمكن احنا كنا حوالي 6 أو 7 لعيبه، عقودنا صغيره جدا، بس احنا كنا بنحب النادي. يمكن انا الحمد لله على تواصل حتى مع مجلس اداره النادي الاولمبي لحد دلوقتي، بقياده طبعا كابتن طارق السيد واعضاء مجلس الاداره، ويمكن اشتغلت في النادي الاولمبي شويه كمدير كوره، ويمكن ده بيتي اللي انا تربيت فيه وشفت منه خير. فحتى لحد دلوقتي من بعد انا مشيت من النادي الاولمبي سنه 2006. طب خلينا هكمل في النقطه معاك، لان في اكتر من حاجه حابب يعني تنقل فيها وجهه نظرك للناس. بس خلينا كابتن احمد حسن رجع لنا مره ثانيه على التليفون. مره ثانيه برحب بيك كابتن احمد، والمهم بس يعني كنت بسالك او بطمن منك، المهم الظروف اللي انت بتمر بيها تكون خير، طمنا عليك. لا الحمد لله كله جميل طبعا. طب الحمد لله. انا كفايه ان انا سمعت صوته وسمعت صوت كابتن احمد، من الناس القريبه قوي لقلبي ومن الناس اللي بحبها جدا طبعا وبحترمها، سواء فنيا او سواء ثقافه لعيب في الملعب وخارج الملعب بعد ما بطل، واتمنى له طبعا التوفيق لانه حد مجتهد وحد محترم جدا. بس ليه عنده عزومه برضه باكد ثاني. انا عزمت انا مش عزمتك؟ قلت لك لازم تجي لي النادي؟ هو اساسا يعني كريم ولا نص نص؟ يعني نص نص. قول الصراحه، قول الصراحه. اقول لهم انت كنت بتعمل ايه في العيال استاكوزا؟ لا قول يا كابتن بقى، لا قول، انا احب الحاجات دي. اقول لهم كنت بتعمل ايه في العيال؟ في جديد وفي صديق وفي عاشور؟
بص يا كابتن، انا طبعا بصيت الاول كل سنه وانتم طيبين وعارفين مش ناس تزعل مننا. طبعا الفتره دي كانت فتره طبعا جميله الحمد لله، اللي يمكن كانت في ناس كتير ممكن تتخيل ان برغم ان احنا دايما بنتكلم على التركيز وان احنا حته الهزار دي بتبقى قليله، لكن كان الميزه ان كان كل لعيب ساعتها كان عارف اهميه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وقيمه جماهير النادي الاهلي، فكنا بنأدي في الملعب، فكان عندنا مساحه خارجيه شويه يعني. وكانت حته النتائج وحته تركيزنا في الملعب كانت يمكن هي دي اللي مدينا مساحه شويه ان احنا ممكن يبقى في حته فان خارجي شويه، بس برضه في حدود الالتزام وفي حدود الاحترام. وطبعا في مواقف كتير طبعا اتمنى طبعا احنا ما نخرجش من بعيد عن كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ابو احمد عادي طبعا انا سعيد جدا ان انا سمعت صوتك. الناس برضه انا بكرر تاني من الناس اللي بحبها جدا والناس القريبه من قلبي جدا، واتمنى لك يا رب التوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله في اللي جاي. اشكرك كابتن احمد. شكرا جدا يا كابتن احمد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وجايبين لك كل الحبايب النهارده معانا النجم طبعا كابتن معتز اينو. كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير عليك يا ساره واستاذ احمد، طبعا كل سنه وانتم طيبين. منور الدنيا يا كابتن اينو. حبيبي تسلم. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك حبيبي تسلم. انت عارف قبل الهوا بسال كابتن احمد لو حد حابب تاكل من ايديه يكون مين؟ قال لي طبعا معتز اينو. يعني حسسني الشيف اينو، قلت له يعني شويت كده في المطبخ زي ما هو شويت في الملعب، قال لي 10 على 10. مسياتك اهو. مسياتك اهو. ايوه انت هتقول لي يا رب بس تجيب الحاجات الحلوه ما تجيبش الحاجات الوحشه. طب اقول لك ايه، اخبار الكنافه والقطايف ايه؟ انت عارف بناكل قد ايه. لا على طول اينو كان بعد يعني بعد ما نيجي نتمرن بعد الفطار فيجي طبعا كابتن حسام بدري كان الاوزان الكيلو كان عليه 1000 جنيه صح؟ وانا كنت باكل 2 كيلو قطايف يعني 2 كيلو. اقول له ال 2 كيلو دول ايه؟ يقول لي قطايف. حبيبي يا اينو، وانا طبعا اينو نجم كبير وانا بحبه جدا، واحنا كنا بيربطنا علاقه يعني اخويه بره الملعب، دي كانت بتبان في الملعب يعني زي ما قال استاكوزا ومع اينو طبعا الحب اللي كان بيننا حتى لحد دلوقتي. يمكن انا سايب النادي الاهلي من 2008 ولحد دلوقتي على تواصل مع بعض انا واستاكوزا واينو وصديق وعاشور وشديد وكل اللعيبه، وكلنا كاخوات بنحب الخير لبعض، فدي اهم حاجه كنا حريصين عليها وحريصين عليها لحد دلوقتي يعني. كابتن اينو. لا هو خلاص هو ده هو المداخله لاحمد. لا يا كابتن، عايزين نعرف منك برضو اكتر المواقف كده اللي مع كابتن احمد عادل اللي ممكن يكون صعب اصلا انك تقولها على الهوا كده، نفضحه شويه زي ما هو. مواقف كتير بلاش. لا عايزين نعرف. لا هو عادل طبعا انا عايز اقول حاجه بعيده عن الكوره خالص، عادل من الناس المحترمه، عشان هو قاعد على فكره بس فعلا من الناس المحترمه جدا 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 بره الكوره. انا كنت يعني مشيت 2012، انا مشيت بعديه حوالي باربع سنين، انا زعلت جدا ان هو مشي، بس هي دي سنه الحياه. لكن طبعا عادل اثر فينا كلنا من بعد ما مشي، ومن اللعيبه المهمه جدا كانت في النادي الاهلي. بتمنى له طبعا التوفيق في حياته اللي جايه كلها، سواء كناحيه اداريه او في التدريب يعني. وهو زي يمكن زي ما هو قال، احنا على طول مع بعض وعلى طول على اتصال مع بعض. فيعني احنا انت عارفه الكوره هي يعني مش في الملعب بس، يعني اللي انا عايز اقوله اللي هي مش في الملعب بس، لا احنا كمان علاقتنا اخويه للابد يعني ان شاء الله. فبتمنى له كل التوفيق، هو من الناس المحترمه جدا جدا، وهو عارف بقى اخويا وحبيبي، وكان عيش وملح مع بعض وهزار وضحك وكل حاجه يعني. حبيبي طيب، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، وانت يمكن القاسم المشترك بين كتير من لعيبه النادي الاهلي واضح انك انت محبوب جدا كابتن اينو، كل الناس بتعزك وبتحبك جدا، ونتمنى نشوفك ان شاء الله معانا هنا في الاستوديو على شاشه الاهلي. شرف ليا طبعا ان انا كنت موجود معاكم، وقناه الاهلي ده بيتنا الكبير طبعا، طبعاً. وبتمنى ان شاء الله العادل التوفيق في حياته زي ما قلت، وانا علاقتي بكل اللعيبه الحمد لله كويسه، وما شفناش مع بعض الا كل خير ومحبه يعني، وبطولات مع النادي طبعا. طبعا فهتفضل حياتنا وعلاقتنا للابد زي ما قلت. طبعا كل ما هو مرتبط باسم النادي الاهلي دايما بيكون خير، ودايما بيكون جميل، ودايما بيبقى فرحه، ونتمناها كده دايما على طول. بنشكر كابتن معتز اينو، كل سنه وانت طيب انت وكل اسرتك وحبايبك.
وابتديت تجوع ولا ما بتسحرش بدري؟ ريحه الاكل جوعتني. ابتدت انت سحورك ايه، خفيف خفيف وفي البدري بدري ولا تحب تسحر قبل الفجر على طول؟ لا انا يعني خفيف 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 يعني خفيف، لان ما بحبش اكل وانام. فبصلي الفجر وحتى بقعد بعد الفجر كده بشويه. أيوة. ساعه ولا حاجه وبعد كده يعني ما بتسحرش حاجات تقيله؟ لا لا مش تقيله. طيب ليك اي سبيشال ريكويست قبل ما نروح للشيف محمد عبد الباقي ولا؟ لا بيض مسلوق من لو مني انا يعني الشيف يبقى موجود وانا اللي اعمل السحور، ينفع كده يا شيف؟ طب احنا جاهزين. عندك ايه يا شيف محمد؟ عايزين ندوق السحور من ايدك مره. لا بلاش يا شيف انا بلاش. طعميه طعميه كمان تيجي الا في الفته والمحشي بس. لا ما باكلش فته ما بحبهاش، بس احب المحشي. عشان ساعتها هتبقى القاضيه ممكن، يعني بقى قاضيه ممكن في الملعب بامضاء كابتن قفشه، والقاضيه ممكن في البيت اخاف عليكم في بيت النادي الاهلي وعلى شاشه الاهلي بتوقيع ساره محسن. احمد مش على الهوا. الفول شكله عالمي. الفول شكله. طيب خلينا نروح نشوف في الفول شكله والطعميه عامله ايه، بس بعد الفاصل مع الشيف محمد عبد الباقي. مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم وموجودين. طبعا بقى ابتدينا نجهز فول شيف محمد النهارده. يعني مبدئيا كده شفت 5 طواجن فول، حاجة يعني عنيفة جدا. انا في العادة ما يعني الطعمية دي استحالة، في هي جريمة بالنسبة لي في السحور، بس مع الشيف محمد اكسبشن. يعني الشيف محمد طعميته قصة وحكاية ورواية وحاجة خفيفة كده وجميلة. هنا وشيف ان شاء الله عليك يا كابتن احمد. حبيبي والله نورت يا شيف محمد، وحاجة حاجة جميلة بصراحة. فول اسكندراني غالبا. هو متوصل ليك المره دي بالخلطه. خلطه اسكندراني هو انت ليك. بص يعني حتى الناس ما تدخلش المطبخ ليها برضو تحويجه فول كده سبيشال. يعني في ناس تحبه ليمون وزيت بس، في ناس تحبه بالسلطه، في ناس تحبه بالبصل، في ناس بالطحينه، في ناس بالحمص، في ناس تحبه مشطشط. ايه المعلومات دي كلها عن الفول؟ ولا انت ايه، اي فول بتطحن وخلاص ولا ايه؟ لا انا بص انا بالنسبه لي فعلا زي اللي عامله الشيف محمد ده. البصل والطماطم واللي هي الخلطه دي، يعني فول الخلطه ده احلى حاجه بالنسبه لي. تمام. المفاجاه بقى بالنسبه لي انك ما كنتش تعرف اسمه. ان لا ان الفول عامل زي الطاجن بيطلع يبقبق. بيبقبق. ايه السر بقى يا شيف محمد ان هو يبقبق كده؟ لان انا بحطه هنا على النار شويه يا اسطى. على النار؟ على العين. سحورك ايه اللي ما ايه اللي مش ممكن يغيب عن سحور احمد عادل؟ فول طبعا. الفول لازم فول. 30 يوم فول كتير قوي. مع فول بقى. فول بقى حتى هو اللي يقعد لحد الساعه 6:30. ايه تاني غير الفول يا كابتن؟ طعميه. طعميه بس الطعميه مش تقيله في السحور؟ لا تحمى. بـ 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 بعمل منها الزيت، يعني بطلع منها اسمها بهرسها. بهرسها. بنعمل كده عشان الزيت. عشان الزيت يطلع. بعدين الزبادي بتفرق يعني. الزبادي. بس الزبادي ده محطوط عليه ايه؟ ده محطوط عليه بقدونس. نعناع. نعناع. زبادي بالنعناع. يعني وجبه متكامله. طيب والبيض من الحاجات الاساسيه ولا مش لازم؟ لا الاساسي اساسي بيض مسلوق بصراحه. مسلوق. طبعا مسلوق. قلت لكم ملكه البيض المسلوق. ما اعرف اعمله، ما بعرفش اعمله طبعا. هو بيتعمل؟ ايوه. بيتسلق بس. انا عامل لك بيض عيون؟ لا بس انا الصراحه انا كدبت في حاجه. انا ممكن اعمل بيض مسلوق. لا والله يعني ما بخشش المطبخ. بس البيض يعني انا كنت بستسهل، يعني من النوعيه اللي بستسهل. ان انا لو ما فيش اكل في البيت فتلاقيني لما فتحت التلاجة جبت كام بيضة مليت اللي هي اللي اسمها ايه الحلة؟ بويلر او يعني الحاجة اللي هترمي فيها تلات ارباعها مية والكام بيضة واسيبهم ربع ساعة. طيب اسألك سؤال بقى، يعني اكيد طبعا وانت مع النادي الاهلي او يعني لما كنت تلعب ماتشات بيبقى حتى لو في رمضان بيبقى الشيف بتاع الفريق هو اللي بيظبط لكم الاكل بتاعكم فطار وسحور. لكن هل صدفت مره سفريه فسحه زياره اهل رحت مكان شفت فيه اكل غريب في فطار او في سحور؟ لا انا كنت بشوف اكل غريب في افريقيا. كنت بشوف حتى كان اكل غريب، يعني كان اكل المكرونه معموله بطريقه غريبه مختلفه. اللي انت متاكد انها كانت مكرونه اساسا؟ ما هو دي اللي انا كنت ده اللي احنا كنا مستغربين عشان كده كانت يعني 90% او 99% من السفريه كنا بناخد شيف معانا. فلكن اكلهم غريب في افريقيا، غريب جدا. الفراخ غريبه، اللحمه طريقه عملها غريبه. اغرب حاجه اكلتها في حياتك في حتى لو بره رمضان، اغرب اكله؟ هي مش اغرب اكله بس اسمها ايه، هي اكله عندنا في اسكندريه. عجه. عجه عجه. انا بحبها. ثانيه دي عباره عن ايه؟
الشيف والله احنا عندنا في القاهره صحيح عجه برضه اسمها عجه صح شيف. ايه يا شيف العجه عباره عن ايه؟ بصل وفلفل وبقدونس وكزبره وبيض وطبعا ده البيض اساسا. دي مش شكشوكه؟ لا حاجه تانية ان هي بتاخد شويه دقيق كده عشان تخش الفرن فتعلى. بس هما يعني يعني العجه والشكشوكه اللي هما قريبين بقى شويه هي نفس نفس الحاجات بس دي بتتعمل بطريقه انا حاسه ان انا قعده المطبخ مش بتاعتي اصلا المعجزه. طب انا في اكله تانية بس ما اعرفش الناس مش بتاكلها ليه اللي هي كشك. لا كشك ليه الناس بتاكله عادي لان في ناس كشك بالجمبري صح؟ لا ما اعرفش اللي بالجمبري ده بصراحه ما احنا عايزين اسكندريه يعني انتوا بتهيألي السي فود ده داخل في كل حاجه في الاكل عندنا. انتوا قاعدين بالبحر على المطبخ حضرتك. لا انا حتى فعلا انا عندي في حتى انا عشان في العجمي فالماكس جنبي اللي هي الماكس فدي برضو بتاعت سمك وحاجات كده ففعلا بتبقى قريبه كده فبجيب من هناك على طول. جريء في الاكل يعني لو رحت في عزومه ولقيت ناس عامله اصناف غريبه او حاجه انت ما اكلتهاش قبل كده تدوس ولا مالكش في اللي انت متعود عليه وحافظه بس؟ بص انا ممكن الناس تشوفها حاجه غريبه فيا بس انا شايف ان انا لما ببقى جعان باكل اي حاجه يعني ما بقولش مثلا لا انا ما باكلش دوت لا انا ما انت عايش يعني. بمبدا المضطر يركب الصعب هو ده. لا بس هنعرف اجابه يعني ده من السؤال ده. اكلت سوشي قبل كده يا كابتن؟ لا مستحيل. اهو شفت بقى يبقى ما بياكلش كل حاجه. هو اللي بس يعني هي الطلعه الاولى. انت تجرب الطلعه الاولى وبعد كده جربت؟ ما انا جربت وندمت بصراحه لان مغص صغير عادي وكانت حاجه حاله رهيبه. يبقى اكيد ساره هي اللي كانت عامله السوشي ده اكيد. لا انا اكلت في احد الاماكن اللي هي يعني نمبر 1 في مصر في القاهره فحتى اصحابي طب يا ابني تعال. لا وانا ما كابتن هي اول مره برضو معايا كانت صعبه جدا بس بعد كده حبيته يعني بقى لطيف. لا انا السوشي ده هو بيبقى ني صح؟ خلاص احنا فيها مش ني يعني. لا مش وبص هو السوشي الاصلي ني يعني او مش ني هم بيسووه طبعا. شيف محمد لو ممكن يكلمنا على السوشي بس انا عارف انه السوشي الاصلي ده مش موجود عندنا في مصر هنا الا في مكان او اتنين بالكتير قوي. هنا السوشي مزيف وبيبقى ني بس متسوي بالبهارات والتوابل يعني مش متسوي بيبقى معاه جنبيه شويه صوصات كده ايوه كويس كانك بتعمل كبده وعليها ليمون كبده نيه لما تيجي تعصر عليها ليمون فمبقاش فيها دم. هما بياخدوا السمك مثلا سمك التونه بيبقى رقيق قوي او سمك, أيوة هو سمك التونه سلم. ده ايوه فبتحطه في الصوص في الصويا صوص في بعض الصوصات لما بيطلعوا الصوصات كتيره جدا والترياكي صوص بتحطه بس في الصوص كده كانه بيستوي لان هو بيقوى ايه ده يعني انا كنت لازم احطه في الصوص قبل ما اكله هو عشان ده السوشي ده السوشي لا بس اللي انت اكلته انا متاكد انه سوشي يعني السوشي اللي هو متسوي بقى يعني فرايد فرايد بالظبط كده بيبقى كان جواه يعني. رز كده او حاجه ما هو بيبقى مع هو ده رز مع جمبري مع سلمون مع حلو جدا جرب مره ثانيه. طب المطبخ الهندي بتحبوا ليك في الاكل السبايسي بقى والاكلات الهنديه؟ لا اكلات هنديه لا لان السوس طبعا حاجه حراق جدا بس انا بحب الحراق بس في المكرونه في المكرونه يمكن انا حتى الاوردر بتاعي بيبقى مكرونه تبقى بصل وسبايسي بس حتى اللي هي البنه بس ما بحبش فيها الزيتون والجبنه بس انت كده بتحب بقى المطبخ الايطالي يمكن اكتر حاجه بقى مكرونه وبيتزا وكده ده بالنسبه لي رقم واحد يعني المكرونات بانواعها. اكتر مقلب شربته في اكله قبل كده كان ايه؟ مقلب هو السوشي هو السوشي يا ريت انا فتحت الموضوع ده تجربه يعني ما تنسيتش مريرة لا كانت التجربه ما اقدرش انساها بصراحه كانت من صحابي يعني فهم كانوا عايزين يعملوا مقلب فيا. طب انت عمرك عملت مقلب في حد يعني وديتهم عزمتهم في مكان كان ضايع الاكل مش حلو؟ لا صحابي اللي هم بحس ان هو انف يعني انف في الاكل كده ما باكلش اي حاجه فبا يعني اقول له يلا عزمك عزومه في اصحابنا واجيب له اصحابنا اللي هم كلنا بقى مع بعض احنا رايحين فوديه مثلا مصمت اللي هو بقى الكبد الكرش كوارع وال ايوه هو ده انا بقى يعني هتعيط لا ما انا الاكل ده بالنسبه لي حاجه مقدسه تمام اللي هو الكوارع والكرش ليك فيها دي حاجه دايس يعني انا قوي فوديته يعني في ناس مثلا مع احترامي الناس يغمى عليها
يعني اه مجرد ان هو بس يدخل يبص قبل ما ياكل يبص هو لقى طبق الكرش اتحط قدامه فهو انت كده صح؟ انا كده جيت غلط صح؟ احنا اللي جينا غلط كده. لانه الطبيعي على فكره ده الطبيعي يعني لا فلقى نفسه قدام طبق كرشه طب انا مش عايز اوصف له الكرشه دي هي ايه بص الرياكشنز بتاعت احمد اصلا فانا ده بالنسبه لي حاجه فلاقي مثلا ايه هو انف قوي يعني لا لازم المعلقه ممسوحه ومش عارف ايه وانا هاكل ايوه فلاقي الحاجات دي ما فيهاش شوكه وسكينه ومعلقه وكده معلقه ايه ما في كوارع بتتاكل بالشوكه ما ينفعش دي عايزه مفك عايزه مفتاح انجليزي هي مش على هواكم خالص بس بمناسبه اسكندريه كابتن ايه اكتر اكل في السي فود بتحبيه يعني بعشق السي فود بكل انواعه بحبه جدا بقى ده ما في يعني اسكندريه ممكن تفطروا سي فود اصل احنا في مصر موضوع الاسماك ده بتهيألي يا ساره صعب الناس تفطر سمك بس بعملها برضو بتعمليها ناس بتفطر اللي هو الصبح ولا في رمضان لا في رمضان لا في رمضان انا عادي يعني انا مثلا رمضان احنا 21 رمضان ممكن تلاقيني مثلا 15 يوم سي فود 15 يوم لا نص عادي يعني لسه النهارده فطر سردين هنا وشايف وجمبري جامبو بقى جمبري جامبو واستاكوزا وكابوريا لا استاكوزا لا ممكن كابوريا يعني الاساسي انت اي حاجه جايه في استاكوزا النهارده انت واقف ضدها كابتن احمد حسن استاكوزا لا مش استاكوزا انت والكبده الاسكندراني والسجق الاسكندراني ده اساسي يعني السجق الاسكندراني اللي هي عندي بقى الكلاوي القلوب الحاجات دي امال ايه انت ما بتسيبش اي حاجه في الضحيه يا كابتن احمد دي اللي هي زي الكبده الكبده حلوه جدا الاسكندراني لا الكلاوي والقلوب صح شيف انا ماشي معاك كده الكلاوي تاكل الكلاوي والقلوب لا انت لازم تنزل لي اسكندريه انا جايه لا بجد انا جايه اشوف الموضوع خلاص احنا كده اتفقنا على عزومه في اسكندريه أكيد. انا سي فود وانت وساره على الكرشه وال بس خلي بالك اقول لك على حاجه لو اكلت الكلاوي والحاجات دي بس تقنعني يعني انت بتبيع لي الفكره انا هروح عليك قاعد في المطعم هناك نورت الدنيا يا كابتن احمد نسيبك تتسحر بالهنا والشفا ويعني ميرسي يا ساره على المجهود العظيم جدا في موضوع السحور النهارده اشكرك شكرا جزيلا واقول للناس بس ميرسي على متابعتكم لينا كل سنه وانتم طيبين نتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع ونشوفونا وتتابعونا ان شاء الله كل يوم في الاهلي في رمضان